انضم لينا ايضا الاستاذ محمد مخاليف القائم باعمال امين شباب الجمهوريه. استاذ محمد، برحب بحضرتك وندخل مباشره للبيان الصادر عن الحزب، الرد على كافه الادعاءات والمزاعم التي تروج لها ابواق ماجوره في حين ان الدوله ماشيه بخطى ثابته على طريق التنميه. اهلا وسهلا بأستاذ بحضرتك استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. واهلا بالساده المشاهدين الجمهور المصري اللي دايما بيثبت لنا ان هو يقتحم كل مستحيل من اجل بناء مصر. اهلا بحضرتك فندم. انا اهلا هحاول بيك. اخش على طول في محتوى احنا امانه شباب حزب المصريين الاحرار بعد البيان الذي اطلقه السيد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبيأكد فيه على دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات القادمه. حبينا ان احنا نبداها بالتوعيه الاول. هي الشعب المصري مش محتاج اللي يوعيه، الشعب المصري بس محتاج انعاش للذاكره، لان للاسف ابواق اهل الشر صوتها عالي شويه، ودايما بتحاول هدم المجتمع المصري وبتحاول تفرق في النسيج المصري. فاحنا بدانا بنماذج محاكاه في امانه الشباب على مستوى المحافظات الاتيه ما بين القليوبيه والشرقيه والجيزه والفيوم والمنيا والسويس واسيوط واسكندريه والقاهره ومطروح والبحيره والدقهليه. عظيم. امانات الشباب في كل محافظه من المحافظات دي بقياده امين شبابها بتقوم بنموذج محاكاه، بتقدر تعرف الاول تخاطب الجمهور ازاي، بنعرف الشباب اللي هينزل ان شاء الله في الحمله الشعبيه ان هو يخاطب الجماهير ازاي. من طيب. اول الشاب الصغير اللي موجود معاهم في دوائر تاثيرهم الصغيره للمراه للفتاة للكبار السن. من خلال النماذج المحاكاة شفتوا الشباب المصري شايف الخطى الثابتة اللي ماشية بها الدولة ازاي؟ شايفين اللي الشباب بيحصل على أرض المصري يا الواقع فندم ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية، هو مش محتاج أكتر من إنعاش للذاكرة. الشباب المصري مدرك تماما قد إيه الجيش المصري الوطني وقف من 2011، مش 2013 بس، من 2011 ودورهم كان عامل ازاي في المجتمع المصري وفي الشارع المصري، مرورا بالفتره اللي حكم فيها الجماعه الارهابيه، وقد ايه الجماعه الارهابيه كانت بتحاول تتمكن من مفاصل الدوله، وقد ايه كانت بتهمش الشباب الوطني الاصيل اللي عنده محتوى عايز يقدمه وعنده توصيات قويه تغير لصالح المجتمع المصري. مرورا ب 2013 لما كلنا نزلنا وقلنا لا للجماعه الارهابيه، وقلنا مش هيحصل، وعلى جثتنا شباب وكبار وسيدات مصر اللي انا بحب اوجه التحيه ليهم من منصه حضرتك، ان هم كانوا رائدات وهم كانوا وقود ثوره 30 يونيو اللي كان بيحركوا الشباب بتاعهم، اللي كان بيحركوا اولادهم، اللي كان بيحركوا ازواجهم، اللي كان بيحركوا اخواتهم. مظبوط. يعني لازم اشيد فيهم واشيد زي ما بدورهم. حضرتك قلت استاذ محمد، هو الشباب واعي محتاج فقط لانعاش الذاكره. استاذ محمد مخاليف القائم باعمال امين شباب الجمهوريه بحزب المصريين الاحرار، بشكر حضرتك جدا لدخولك معنا في هذه المداخله.